السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة الوضع الأمني والميداني في محافظة الضالع. جرح 10 أشخاص بينهم مدنيان في مواجهات بين قوات الحزام الأمني بالضالع وأفراد تابعين لأمن المحافظة. وقال مراسل قناة بلقيس إن قوات الحزام الأمني نفذت حملة لرفع النقاط الواقعة بمديرية قعطبة، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بينها وبين جنود نقطة أمنية في منطقة سناح. واتهم بيان إدارة أمن الضالع الحزام الأمني بمحاولة السيطرة على المحافظة تنفيذا لسياسات أضحت معروفة. وقال البيان إن الحزام الأمني نفذ محاولة اغتيال لنائب مدير أمن الضالع بليغ الحمدي. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما الذي يحدث في الضالع وما الذي يريده الحزام الأمني من المحافظة، وكيف يمكن إبعاد المحافظة عن شبح المواجهات؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. في خطوة اعتبرت كمحاولة لتكرار سيناريو عدن، بدأت قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات بالانتشار في محافظة الضالع، وأدى هذا الانتشار إلى اندلاع اشتباكات بين قوات الحزام وقوات أمن الضالع، مما أدى لسقوط جرحى. إدارة أمن الضالع أصدرت بياناً اتهمت فيه قوات الحزام الأمني بمحاولة اغتيال نائب مدير الأمن بليغ الحميدي، وأوضح البيان أن قوات الحزام الأمني اعتدت على نقطة أمنية متواجدة منذ 4 سنوات، وهي النقطة التي بحسب البيان كانت حاجزاً منيعاً أمام تمدد ميليشيا الحرس الجمهوري التابع للمخلوع صالح. بيان أمن الضالع اتهم الحزام الأمني بالقيام بتصرفات رعناء استهدفت النقاط الأمنية بهدف السيطرة على الضالع لتنفيذ سياسات قال عنها البيان بأنها معروفة مسبقا، في إشارة إلى الأجندة الإماراتية المرفوضة من قبل الشرعية. قوات الحزام الأمني وفق مصادر إعلامية انتشرت بغطاء من محافظ محافظة الضالع علي مقبل صالح، الذي وجه وفق وثيقة مسربة تعميما برفع جميع نقاط الضالع وتسليمها لقوات الحزام الأمني. كانت الحكومة قد اعتبرت في رسالة بعثتها لمجلس الأمن الدولي قوات الحزام الأمني والنخبتين الحضرمية والشبوانية تشكيلات تتبع التحالف وتعرقل عمل الشرعية، ومع ذلك فإن قوات الحزام الأمني تواصل توسعها في المناطق المحررة رغم إدراجها رسميا ضمن الميليشيات المتمردة على الشرعية، وهو ما اعتبره ناشطون تحديا من قبل الإمارات للسلطات الشرعية واستمرارا للصراع بين الشرعية والتحالف، الصراع الذي يؤثر سلبا وفق وزير الداخلية أحمد الميسري على مواجهة ميليشيا الحوثي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع المقدم فهد الكريت أركان حرب الكتيبة الرابعة في اللواء 83 مدفعية. مرحبا بك مقدم فهد. أهلا وسهلا أخي العزيز. أهلا بك. في البداية مقدم فهد، كيف تصف لنا الوضع الأمني في محافظة الضالع؟ بالنسبة لما هو جديد، طبعا ازدواجية المعايير بالنسبة للتقرير الذي ذكر آنفا، ازدواجية التقرير يعني الأوامر التي تتلقاها الأجهزة الأمنية هي سبب من أسباب المشاكل. نتمنى من الإخوة في الحزام الأمني ويعني من يقومون عليه أن يكونوا وفق مصلحة ما يقتضيها الأمر الآن بأوامر الشرعية، وفي نفس الوقت يكونوا رافدا جديدا لتثبيت الأمن في المناطق والمحافظات المحررة. نعم، هذه الأوامر والإزدواجية في الأوامر من؟ بمعنى ان هنالك قيادات متعدده، مثلا الاخوه في الحزام الامني يعني وكانهم قياده مستقله، والاصل ان يكونوا تحت غطاء الشرعيه. يكونوا تحت غطاء الشرعيه حتى تحل الاشكاليه نفسها. بالنسبه للاجهزه الامنيه الاولى التي هي ادارات الامن والمؤسسات الاخرى، كان يقلها فقط او ينقصها هو قضيه الدعم. قضية الدعم يعني المالي واللوجستي، وأيضا ترتيب أوامر صرف رواتبهم بانتظام، فيكون كافي وتكون عبارة عن هذه الأجهزة هي رافدا للأمن، بدل أن يكون فيه أطراف متعددة وصراعات يعني صراعات أطراف على قضية واحدة، والهدف قد يكون واحد لكنها الأجهزات هي التي يعني
في إدارة الأمن أو في المباحث، عندما يتلقى أوامر متعددة من رؤوس متعددة لا يستطيع أن يقوم بالمهام أو الموكلة إليه. نعم، برأيك لماذا يتم دعم قوات الحزام الأمني على حساب قوات الأمن بمحافظة الضالع التابعة للسلطة المحلية؟ هذا بالنسبة لها، هذه أنا أقول أنها يعني أجندات، تعتبر أجندات، أو يعني قد يكون لبعض الإخوة أو بعض دول التحالف رأي في ذلك، يعني وهدف في ذلك، وهذا طبعا الأصل أن يكون فيه شيئا من المبرر، لأنه لا يوجد مبرر أصلا. نعم، القوى البشرية بالنسبة للقوى البشرية من أجهزة الأمن المتواجدة في الساحات والمحافظات هي كفيلة بأن تدار أو أن توظف، يعني توظيف لا مناطقي ولا جهوي ولا يعني حزبي ولا على أساس يعني حزبي أو مناطقي. نعم، لكن هناك يعني يقول من يقول بأن دعم قوات الحزام الأمني هو من أجل حفظ الأمن بمحافظة الضالع، ترتيب يعني أجهزة الأمن حتى تكون يعني على مستوى عالي من الضبط من الجاهزية. يا أخي بالنسبة لهذا الكلام، المنطق يقول بالنسبة لمحافظة الضالع هي أمن من عدن التي يسيطر عليها الحزام الأمني بالمنطق. يعني المنطق ويعلم أنكم يعني في عدة نشرات في الأخبار في قناتكم المصدرة وفي عدد من القنوات الأخرى يعني نسمع الأحداث الموجودة في الساحة في المحافظات المحررة، نسمع عنها ونرى أنه محافظة الضالع أكثر أمنا وانضباطا، مع أن هنالك اختلالات لكنها لا ترتقي إلى الاختلالات التي متواجدة داخل عدن. نعم، طيب مقدم فهد ابقى معي نشرك معنا في الحديث ايضا الناطق الاعلامي للجيش الوطني بجبهه مريس فوزي المريسي، مرحبا بك استاذ فوزي. حياك الله وكل الساده المشاهدين. اهلا بك استاذ فوزي، يعني هل حصلت هناك تعارض بين النقاط او الانتشار الامني الخاص بالجيش الوطني في هذه المناطق وقوات الحزام الامني؟ بشكل عام نعم، هناك اعتراض حدث من قبل بعض النقاط، ولكن ليست يعني كما يصور البعض، هناك اعتراض لأن البعض كان يرى بأنه يقوم بالدور المطلوب لحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة، ولكن الاعتراض أيضا كان لأن لما وصفه بيان صدر عن أمن المحافظة بأن الجميع كان ينتظر أن تأتي قوات الحزام الأمني لتعزيز الأمن وللتفاهم مع كل الوحدات الأمنية والعسكرية بالمحافظة. في المقابل أيضا الحزام الأمني يقول بأنه كان هناك تنسيق وهناك اتصالات بشأن، وهناك من اعترض. بشكل عام الجميع في هذه المحافظة يتمنى من الحزام الأمني ومن كافة الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية التعاون المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار ولتثبيت الاستقرار في هذه المحافظة أكثر، لأن محافظة الضالع تعد من أكثر المحافظات أمنا، لا سيما وأن هناك مواجهات في أطراف هذه المحافظة سواء في غرب المحافظة في جبهة سمج من اتجاه محافظة إد أو في منطقة مريس، ولكن وجود قوة أمنية جديدة في هذه المحافظة يجعل الكثير يطمح لمزيد من الأمن والاستقرار، وألا يتحول إلى يعني وألا يتحول وجود أكثر من جهاز أمني في المحافظة إلى سبب لخلاف الوحدات المختلفة. طيب فوزي، قوات الحزام الأمني هل وصلت إلى مريس وإلى يعني الخطوط الأمامية التي يعني فيها مواجهات في مديرية الجبارة في قعطبة، هذه المديريات كلها وصلت إليها القوات الحزام الأمني أم فقط إلى منطقة سناح؟ حتى الآن انتشار النقاط التابعة للحزام الأمني لم تصل إلى ما بعد منطقة سناح، ولو وضحنا أكثر هو لم يمر سوى أيام أو منذ يومين على انتشار قوات الحزام الأمني في عاصمة المحافظة ومدينة الضالع ومنطقة سناح، لم تصل أجهزة الحزام الأمني أو نقاط الحزام الأمني إلى مديرية قعطبة بما فيها مناطق مريس والعود، ما زالت هناك كما أشرنا في منطقة سناح.
نعم. طيب اعود للمقدم فهد الكريت، اركان حرب الكتيبه الرابعه باللواء 83. طيب مقدم فهد، باعتقادك انتشار هذه القوات التابعه للحزام الامني بمحافظه الضالع حتى منطقه سناح، هل هي يراد فيها ايضا عدم تجاوز يعني المناطق الاخرى، فقط تبقى هذه القوات باتجاه سناح ومحافظه الضالع وتكون منفصله تماما عن ما يعني بقيه المديريات كقعطبه ومريس؟ طبعا لا نحكم على النيات، لكن العمل بالواقع يدل على يعني اشياء هي يعني مطبقه في نفس الوقت، يعني هي موجوده الان. هذا العمل طبعا بالنسبه لمحافظه الضالع لم تكن محتاجه اصلا لقوات نعم الى قليل من الدعم والتحاور، وايضا يعني العنايه بالمؤسسات الحكوميه وتفعيل دورها سواء المحاكم والنيابات والمؤسسات الخدميه. اذا تفعلت هذا بمعنى انه سيعود للحياه نبضها، وايضا في نفس الوقت هناك دور للجيش الوطني والويتا المتواجده في محطه الضالع بالتعاون مع هذه الاجهزه الامنيه وتثبيت الامن والاستقرار، يعني هي سند لهذه الاجهزه. نعم. إذا طيب بالنسبة الآن لدور السلطة المحلية وممثلة بالمحافظ، ما هي رؤيتهم؟ احنا نتمنى من الأخ اللواء محافظ محافظة الضالع اللواء علي مصلح علي مقبل صالح أن يكون يعني شوكة الميزان الذي يعني الذي يرى إليه يعني الآخرون بنظرة واحدة، ويرى هو أن نعم منه، وأن يكون يعني ممن يتحاورون مع الجبهات المتواجدة في أطراف محافظة الضالع، جبهة محور مريس دمت جبن وجبهة حمد، لأننا يعني يتربص بنا العدو قريب، ومريس وحمد هي البوابات للمحافظات الجنوبية، تعتبر البوابات الشمالية للمحافظات الجنوبية. ونتمنى عليه ان يكون المحافظ هو يعني الشخصيه واداه الدوله التي يرجع الناس اليها. نعم. اشكرك جزيل الشكر المقدم فهد الكريت، اركان حرب الكتيبه الرابعه باللواء 83 مدفعيه، كنت معنا من هناك. واعود ايضا الى المتحدث باسم الجيش الوطني في جبهه مريس فوزي المريسي. استاذ فوزي، اذا الان في إطار هذه المستجدات التي تم فيها أو من خلالها انتشار الحزام الأمني بتوجيه من المحافظ، بالنسبة لقوات الجيش الوطني في هذه المناطق بمريس وقعطبة وبقية المناطق، هل لا زالت هي من يعني تدير الجانب الأمني وكل النقاط خاضعة لها، أم هناك تغير أيضا فيها؟ حتى الآن النقاط الأمنية كما أشرنا سابقا في هذه المنطقتين تتبع قوات الجيش الوطني وتتبع أيضا إدارات الأمن في مديريات مريس وقعطبة. لم يستجد أي جديد في هذا الموضوع، وكلما يعني حدث هو عبارة عن انتشار كما أشرنا أيضا في منطقة سناح ومدينة الضالع لقوات الحزام الأمني. لكن في ما يتعلق بنظرة أبناء المحافظة بشكل عام إلى تواجد قوات من الحزام الأمني أو من الهوية التابعة للجيش الوطني، كل ما يطمح إليه المواطن هنا هو أن يروا مزيد من تحقيق الأمن والاستقرار، كما يتمنى أيضا رجال الجيش الوطني هنا. نتمنى بشكل أن تلتفت الشرعية أكثر إلى واقع جبهتي مريس وحمد في هذه المحافظة، وهذا هو ما يعنينا، ويجب أن نستغل تواجدنا معكم في قناتكم الموقرة للحديث حول هذا الموضوع فيما يتعلق بالأمن. الأمن متواجد من قبل، وحينما يعترض البعض فقط اعتراض أن توجد قوات من الحزام الأمني لا يعترضون عن ماهية هذه القوة أو لماذا جاءت أو كذا، فكلهم من أبناء المحافظة وكلهم من أبناء المديريات التابعة للمحافظة، ولكن البعض يقول لماذا لم يسخر الدعم الكافي لقوات أجهزة الأمن التابعة لأمن المحافظة من قبل يتمكن من تعزيز الأمن أكثر فقط، أما أن هناك اعتراض لا يجب أن يأتي
الحزام الأمني. أعتقد أن الجميع يريد مؤسسات أمنية منظمة مترابطة تدير الأمن في المحافظة وتنقل الناس من حالة العشوائية إلى حالة الأمن المنظم. نعم. نحن نعم. طيب أستاذ فوزي أبقى معي. نعم أستاذ فوزي أبقى معي نشرك معنا في الحديث المحلل السياسي من الضالع صالح المنصوب. مرحبا بك أستاذ صالح. مرحبا. أهلا بك أستاذ صالح. لا شك أن محافظة الضالع من أكثر المحافظات التي كانت تحظى بالأمن بشكل كبير منذ تحريرها وحتى اللحظة. إذن ما الداعي لإنشاء هذا الحزام الأمني الذي منذ وصوله إلى محافظة الضالع حدثت المشاكل كما تعلم بالأمس 10 بين يعني قتيل وجريح وأيضا اشتباكات وبداية للصراع في المحافظة التي كانت ربما متوحدة الرأي متوحدة الجهات الأمنية موحدة في قرارها؟ بصراحة بالعكس الضالع مثلها مثل غيرها من المحافظات المحررة كعدن ولحج هناك انفلات أمني شيئا ما هنا وهناك في بعض المديريات أيضا في المدينة، لكن الأسباب تعود إلى عدم وجود جهاز أمني منظم يتلقى توجيهات منظمة، غرفة عمليات متصلة مع بعضها البعض، التفاهم، أيضا الخضوع للقانون الشرطة مثلا القانون الأمني، إضافة إلى الشيء الأهم هو وجود المؤسسات، أن الجانب الأمني مرتبط في الجانب المؤسسي، ما يعني غياب المؤسسات يعني أنه لا يوجد جهاز أمني منظم في الضالع، بدليل على أن المؤسسات لا تعمل، المؤسسات القضائية النيابية هناك تأخر، لكن المواطنين تفائلوا شيئا ما بقدوم الحزام الأمني بعد وجود نقاط متداخلة هنا وهناك، نقاط تابعة للجيش وأخرى لجماعات مسلحة، لكن هناك تفاؤل. اليوم كنت في منطقة سناح وأنا أتنقل بين السكان، السكان يتحدثون على أن الحزام الأمني سيفرض هيبته، سيزيح النقاط التي تتقاضى البناية، النقاط التي تسيء للمسافرين تستفزهم. نعم. طيب. هذا كان شيء مؤلم، لكن نعم. الحزام مثل ما يقول المثل لا قيمة لعهد لا يحميه سيف. نعم. طيب أستاذ صالح، كان اليوم بيان إدارة الأمن في الضالع تحمل المسؤولية الحزام الأمني بأنه سيحدث نوع من النزاع داخل المحافظة، وطالب لماذا لا تدعم هذه الأجهزة وهي تقوم بالمهام؟ ما الداعي إنشاء جهاز آخر ويعني تهميش أجهزة أخرى وكل والجميع من أبناء هذه المحافظة وكان لهم دور كبير في التحرير وأيضا في إدارة الأمن خلال الفترة الماضية؟ بصراحة هناك تعدد الأجهزة كما ذكرت فعلا، هناك إدارة الأمن، أيضا الحزام الأمني لا يعرف إلى الجهة التي يخضع لها، هل يخضع لإدارة أمن المحافظة أم للمحافظ، أو أنه يتلقى معلومات مركزية مثلا من جهاز أمني آخر لا يعرف، لكن في الأصل الناس يبحثون عن جهاز أمني، ففي الأصل الحزام الأمني هو ليس قادم من مكان آخر، هو من أبناء الضالع، شخصيات معروفة، شخصيات لا تحظى باحترام في الضالع. أيضا قائد الحزام الأمني في الضالع أحمد الغوبة كان له تصريح أيضا منه قال سيكون هناك فرض هيبة القانون وقبضة حديدية، لا يمكن لأحد أن يطالب المسافرين أو أخذ جبايات إلى اليوم، لكن أنبه لشيء معين هو هل سيواصل الحزام الأمني وصوله إلى مديرية قعطبة القريبة التي تفصلها عن النقاط الحالية بعض الكيلومترات، وهناك أيضا نقاط جباية موجودة، هل سيواصل بما يعني هل هذه النقاط أستاذ صالح هل هذه يعني النقاط الأمنية هي الشماعة التي عن طريقها يراد إنشاء الحزام الأمني بمحافظة الضالع وإقصاء بقية الأجهزة وإضعافها وتهميشها؟ بصراحة إدارة الأمن في الضالع ربما في الفترات السابقة فشلت في أشياء معينة، مثلا هناك مشاكل هنا وهناك، هناك قضايا قاتل، هناك انتهاكات تحدث هناك، لم يحركوا ساكن. أنا ألاحظ أن الحزام الأمني
فرغ هيبته منذ اللحظة الأولى. يوم أمس كان قوي، اليوم كان هناك هدوء، شاهدنا نعم. أطقم الحزام الأمني متعددة في نقطة هنا وهناك. لم تلاحظ عمليات ابتزاز للمسافرين؟ لا 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 يمكن، لا يمكن الحكم استاذ صالح، لا يمكن الحكم من اول يوم يصل هذا الجهاز بالتاكيد. لكن لو تحدثنا وقارنا عن الجهاز او الحزام الامني الحاصل في لاحج وفي عدن، لا شك انك تعلم والجميع يعلم انه ربما لم يحقق تلك النجاحات التي كان يتمناها أبناء هذه المحافظات. لا زالت الاغتيالات منتشرة، لا زالت الجريمة منتشرة، الفساد منتشر، السطو وكل شيء. إذا ما الجديد الذي سيحدث الحزام الأمني في الضالع إذا كانت الصورة هكذا في عدن ولحج وأبين وغيرها؟ نحن نراقب عن كثب أداء الجهاز الأمني. مثل ما قلت سابقا، تحدثت، نلاحظ في الأيام السابقة، ربما في الأيام السابقة ستبرز على السطح أشياء جديدة ربما لم يتنبأ لها الآخرون. قد يكون هناك مشروع أو مخطط معين من خلال الحزام الأمني، لكن كما يبدو لي الدخول في المواجهات يعني مع أطراف أمنية أو جهات أمنية، يعني أن هناك ستكون هناك سعرات ومشاكل مستقبلية، ربما لم ستفتح نافذة للمواجهات، للعنف المسلح. من يتحمل المسؤولية؟ نعم نعم صالح، من يتحمل المسؤولية إذا ما اتجهت الأمور نحو المواجهات والاشتباكات في محافظة الضالع، هذه المحافظة التي ظلت على طيلة 3 سنوات الماضية أكثر هدوءا وأكثر أمنا، وحتى وإن حدثت بعض الاختراقات الأمنية لم تكن بالشكل المطلوب سابقا. هناك أيضا ربما قبل أسبوع منظمة أطباء بلا حدود علقت أعمالها، ما يعني أن هناك معسكرات في الضالع وهناك أجهزة أمنية لم تتمكن من حماية منظمة إنسانية تقدم الخدمات في الضالع. هذه المنظمة تقيم بأمتار محددة، فما بالك مثلا الضالع تلك المحافظة المترامية الأطراف، هل مثلا سيحققون ما يصبو إليه المواطن في المستقبل؟ هناك قضايا قتل هنا وهناك، هناك مواجهات، هناك نقاط، هناك نعم. جماعات مسلحة تمتلك الأربيجي وسلاح متعدد، هل سيحد من حمل السلاح في المدن؟ هل ستكون هناك البذة العسكرية أو الأمنية الموحدة؟ طيب أستاذ صالح، أنا ألاحظ أن في الأيام القادمة ربما تكون هناك نوع من الإشكالات إذا لم يتم مثلا تدارس الأمر بين الأطراف الأمنية والتوحد برؤية معينة ونواه معينة للجهاز الأمني موحد. صحيح. لأنه فعلا هناك تهميش لطرف، وهناك قد يتنبأ طرف آخر قد يرى أن هناك تهميش له وإقصاء فيبادر للنيل من الطرف الآخر. لكن بصراحة بالنسبة لإزاحة نقاط الجباية واستفزاز المسافرين شيء يشعر نعم. المواطن اليوم في التفاؤل، نعم. لكن على ما أرى في النقاط الحزام في عدن هناك فعلا عرقلة للمسافرين، برز هويات أستاذ صالح، وتعرض نعم. أستاذ صالح. للإهانات، لكن نعم. نتمنى أن يسلكوا الحزام الأمني في الضالع بعكس ما سلكوا الحزام الأمني في أماكن أخرى. إن كان يراد للضالع أن تكون آمنة، الضالع أن تكون المحافظة نعم. الذي أشكرك بها. نعم أشكرك يا أستاذ صالح، ويبدو أنه لا يمكن أن يتوفر يعني كل هذه الأمنيات التي تحدث عنها إذا يعني إذا كانت البداية بحل أجهزة واستبدالها بأجهزة أخرى. بالتأكيد هي بداية لصراعات للأسف الشديد ربما لن تنتهي في هذه المحافظة التي كانت أكثر أمنا. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي صالح المنصوب، عودة أخيرة إلى المتحدث باسم الجيش الوطني والمقاومة في مريس فوزي المريسي. أستاذ فوزي، برأيك هل تؤيد ما طرحه صالح المنصوب بأن الحزام الأمني ربما يكون بادرة جميلة لضبط الأمن وهناك ارتياح شديد لدى أبناء محافظة الضالع منذ وصولهم؟ نحن وضحنا، قلت لك بأن الجميع ينتظر ترتيب الأجهزة الأمنية بشكل عام، لن يكون هناك أصلا أحد يعترض على ترتيب الأجهزة الأمنية والتنسيق فيما بينها، خاصة إدارة أمن المحافظة، بل كان الجميع يتعاون مع أجهزة الأمن وينتظرون المزيد من تعزيز
هذه العلاقة بين وحدات الأمن في المديريات المختلفة والتنسيق معها على أساس وطني لا على أساس مناطقي. لكن أن نتحدث من أول وهلة عن إيجابيات لتواجد الحزام الأمني أو تلبيات، ندع ذلك لقادم الأيام. ما يهمنا هنا عن في جبهة مريس وجبهة حمك أيضا، هذه الجبهات المشتعلة، هو أن نرى تغيرا على الأرض، سيما في حركة المرور إلى العاصمة المؤقتة عدن. ما نتمناه هو تسهيل مرور الجرحى والمسافرين من أبناء مديريات مريس وقعطبة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وعدم إعادة البعض من الطريق كما حدث اليوم، وكانت آخر حادثة أن تم إعادة مواطن كان في طريقه إلى العاصمة المؤقتة عدن وكان يريد أن يسافر أصلا إلى الخارج، وتم إعادة ما نريده اليوم من أجهزة الحزام الأمني أو من أي أجهزة أمنية تفرض سيطرتها على أو تتسلم زمام أمور الأمن في النقاط المنتشرة من منطقة مريس وقعطبة وحتى العاصمة عدن، وأن تسهل حركة المرور لأبناء هذه المناطق، ويقدر حجم التضحيات التي يقدموها في جبهات القتال، ويمنعون تقدم الميليشيات الحوثية باتجاه محافظات الجنوب وباتجاه إقليم عدن. كل ما نطمح إليه هو أن نرى تغير على الأرض وتسهيل لمرور حركة المسافرين إلى العاصمة المؤقتة عدن، وكلنا سنقف سندا وعونا لأي أجهزة أمنية تأتي لتثبيت كل ما ذكرناه. شكرا لك الناطق الإعلامي باسم الجيش الوطني بجبهة مريس فوزي المريسي، والشكر أيضا للمقدم فهد الكريت أركان حرب الكتيبة الرابعة في اللواء 83، وكذلك الشكر للمحلل السياسي صالح المنصوب كان معنا من الضالع، وكنا نتمنى أن يكون معنا محافظ المحافظة، وكان قد تم التنسيق معه قبل الحلقة لكن ربما لأسباب لا نعلمها لم يتم الرد على اتصالنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحيا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.